النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم لنشرة الأحوال الجوية الرئيسية للأردن، والتي سنتحدث فيها عن المحاور التالية. المحور الأول اليوم سنتحدث فيه عن آخر متابعاتنا للأحوال الجوية السائدة في المملكة وتأثيرات المنخفض الجوي الحالي. الأمر الآخر سنتحدث عن توقعات الأيام القادمة، والأخير الأمر الأخير هو توصيات خاصة وجدية بشأن التعامل مع الأحوال الجوية الحالية، خاصة مع وجود فيروس كورونا في الأجواء. نبدأ نشرتنا الجوية بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا في طقس العرب، والتي تشير إلى تمركز منخفض جوي فوق المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. مترافق هذا المنخفض مع يسمى بجبهة هوائية باردة. هذا المنخفض الجوي يتوقع أن يتحرك تدريجيا نحو الشرق والشمال الشرقي، وبالتالي حزم السحب والغيوم الممطرة المتواجدة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط تتوقع أن تدخل إلى المملكة. خلال ساعات عصر هذا اليوم عبرت المملكة جبهة هوائية باردة عمرت على هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من شمال وسط المملكة، ويتوقع استمرار هذه الأمطار خلال الساعات القادمة، ساعات هذه الليلة. بالانتقال إلى خرائط توضيحية بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، فيتوقع بمشيئة الله على هطول الأمطار في المناطق الشمالية للمملكة بشكل واضح، إضافة إلى المرتفعات الجبلية الوسطى. هناك أمطار غزيرة متوقعة مصحوبة مع زخات من البرد على فترات، أمطار أيضا أقل بقليل بغزارة تشمل مناطق مختلفة من القطاع الشرقي للمناطق الشمالية، مناطق مختلفة من العاصمة عمان الأغوار، وصولا إلى بعض المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وبما في ذلك مدينة الكرك، وبعض الأمطار متفرقة في باقي الأنحاء. أقصى مناطق جنوب المملكة بما فيها العقبة يتوقع أن تكون بعيدة عن تأثيرات هذا المنخفض الجوي. خرائط تحركات الكتل الهوائية خلال الأيام القادمة. هذا اليوم هناك كما نلاحظ بهذا اللون وجود كتلة هوائية باردة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مصحوبة بهذا أو مصاحبة لهذا المنخفض الجوي، وبالتالي لذلك تهطل الأمطار في المملكة خلال ساعات هذه الليلة. كما نلاحظ تتحرك هذه الكتلة شرقا وتتمركز فوق الأراضي السورية خلال ساعات هذه الليلة، ويتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار تأثر المملكة بتيارات هوائية غربية تجلب الأمطار بمشيئة الله تعالى للمنطقتين الشمالية والوسطى. تتعاود هذه الكتلة بالتحرك باتجاه شمالي الأراضي السورية، وبالتالي تتراجع قليلا الفعالية الجوية في المملكة اعتبارا من ساعات مساء يوم غد. يوم الخميس أو اعتبارا من مساء الأربعاء ونهار الخميس تندفع كتلة هوائية باردة جديدة، هي بالحقيقة من أصل قطبي، يتوقع أن تندفع من القارة الأوروبية باتجاه الأراضي التركية. يوم الخميس مساء الأربعاء وصباح الخميس هناك تراجع بشأن الحالة الجوية في المملكة، ولكن نتيجة تقدم هذا الهواء البارد القطبي يتوقع تجدد الفعالية الجوية بشكل تدريجي. كما نلاحظ مساء يوم الخميس تصبح هذه الكتلة موجودة فوق جزيرة قبرص وتتابع بالحركة جنوبا لتصل إلى الأراضي السورية مع ساعات صباح وفجر يوم الجمعة، وتستمر بالتمركز فوق هذه المنطقة الكتلة القطبية خلال ساعات نهار يوم الجمعة، ما يعني أن هناك يتوقع أن تكون أمطار وانخفاض آخر على درجات الحرارة. ننتقل للحديث عن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة. يتوقع أن يكون الطقس بوجه عام بارد جدا، درجة الحرارة في العاصمة عمان هذه الليلة 5 درجات مئوية، طقس يعني يعتبر جدا أبرد مما هو معتاد لمثل هذا الوقت من العام. يتوقع أن تكون هناك زخات من الأمطار بين الحين والآخر، تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا، وأيضا نستطيع أن نقول هناك بعض الزخات من البرد أحيانا قد تكون متواجدة، رياح قوية، لكن درجة الحرارة الملموسة هي درجة مئوية واحدة تحت الصفر ورطوبة نسبية 97%. إذن أجواء جدا باردة متوقعة هذه الليلة، وسيكون هناك بعض الحديث عن التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة. ننتقل للحديث عن التوقعات طقس خلال الثلاثة أيام القادمة. إذن غدا الأربعاء يستمر الطقس بارد وممطر مع هبوب رياح قوية،
درجة حرارة 9 درجات مئوية في ساعات النهار كحد أقصى، إذن درجات حرارة كأنها من عمق الشتاء. في ساعات الليل هناك تشكل للضباب ودرجة حرارة 6 درجات مئوية، لكن تتراجع فرص الأمطار. يوم الخميس خاصة بعد الظهر تعود مرة أخرى فرص هطول الأمطار، لكن درجة حرارة في النهار 10 درجات كحد أقصى، في ساعات الليل 5 درجات مئوية، أجواء باردة جدا مع بقاء فرصة الأمطار واردة بوجه عام. يوم الجمعة أجواء باردة للغاية، درجة حرارة العظمى في العاصمة عمان 8 درجات مئوية والصغرى ليلا 3 درجات، مع هطول الأمطار التي قد تكون مترافقة مع تساقط زخات البرد. ونبقى نراقب ما ستؤول إليه تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة الجديدة على المملكة خلال نهار يوم الجمعة. إذن كملخص، المملكة يوم الأربعاء تبقى تحت تأثير منخفض جوي من الدرجة الثانية، تراجع قليلا الفعالية الجوية مساء يوم الأربعاء والخميس، ومنخفض جوي جديد مع نهاية هذا الأسبوع من المتوقع أن يؤثر على المملكة. قبل الختام توصيات هامة جدا بشأن التعامل مع الأحوال الجوية السائدة في المملكة، خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا. الأمر الأول هو الانتباه، وهذا التنبيهات جادة، انتباه من الانقلاب الحراري الكبير المتوقع على الأجواء والبرودة الكبيرة المتوقعة، درجات حرارة غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام مع نهايات أذار، درجات حرارة كأننا في أواسط فصل الشتاء، يعني كأننا في شهر كانون، درجات حرارة حول الصفر في بعض المناطق، 5 و6 درجات فقط في العاصمة عمان ليلا، أجواء باردة. وبالتالي التعامل مع هذه الأجواء يتمثل بشكل أساسي اللبس الثقيل وغيرها من الاحتياطات الهامة، مثل المحافظة على التدفئة وارتفاع درجات حرارة داخل البيوت، سيما الآن مع تطبيق قرارات الحكومة الأخيرة وعدم الخروج إلى الخارج. لكن بنحب نوصيكم دائما أنه حتى داخل البيوت ما نستسهل، أنه إحنا في نهايات أذار، هذه أجواء مناسبة جدا لانتشار الفيروسات والأمراض المختلفة، فبالتالي يجب عليكم أخذ أقصى درجات الاحتياط من انخفاض درجات الحرارة. والأمر الأخير هو الانتباه من شدة سرعة الرياح، ولا يوجد لدينا تنبيهات لديكم من شأن الأحوال الجوية في الخارج، كوننا ندعوكم إلى البقاء داخل منازلكم في هذه الأجواء، ومن سيضطر للخروج للخارج سيمكنه الحصول على هذه التنبيهات من خلال تطبيق تقصي العرب. هذا كان كل ما لدينا، ندعو الله أن يحمي بلدنا ويحمي الأردن، وسنبقى دائما على تواصل معكم هنا في تقصي العرب. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.